ما بالنا أيها الإخوة قد اغتررنا بهذه الحياة الدنيا. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاغترار بالدنيا غاية التحذير، وأخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها، وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في البحر، وأنها سجن المؤمنين وجنة الكافرين، وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء، وإذا أمسى فلا ينتظر الصباح. وأخبر أنها خضرة حلوة تأخذ العيون بخضرتها والقلوب بحلاوتها، وأمر باتقائها والحذر منها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد من هذه الدنيا سوى بيت يسكنه، وثوب يلبسه، وقوت يقيم صلبه. وأخبر أنه يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عنه. وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأثنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. وأخبر أن غنى العبد من غنى نفسه لا كثرة ماله. وأخبر أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلكة آخرها بالبخل وطول الأمل. وكان يقول لبيك لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الزهد يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تطيل الهموم والحزن. بل ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، بين أن يكون ملك من ملوك الدنيا، وبين أن يكون فقيرا من فقراء هذه الدنيا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا فقيرا يشبع يوما ويجوع يوما. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه علم علم اليقين بأن هذه الدنيا إلى فناء، وأن أمدها قريب. فهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أقول أيها الإخوة إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى ونحن سابقون؟ حتى ونحن في الصلاة نفكر في الدنيا؟ أصبحت الدنيا هي الهم الوحيد الذي نحمله في قلوبنا وعقولنا في الليل والنهار، ليس لنا هم إلا هذه الدنيا. إلى متى أيها الإخوة؟ ماذا ننتظر؟ بالله عليكم قولوا ماذا ننتظر؟ أيها الإخوة، انتبهوا لآخرتكم، وانتبهوا لدنياكم، وانتبهوا لما يراد بكم في هذه الأيام. فارجعوا إلى دينكم. والله 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 ما لنا نجاة إلا بالرجوع التام الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. أما أننا نرجع إلى الله على أمزجتنا وعلى شهواتنا، ما أعجبنا من الدين عملنا به، وما لم يعجبنا تركناه، لا، لن تقوم لنا قائمة إلا إذا قدمنا مراد الله سبحانه وتعالى على أنفسنا وشهواتنا. فانتبهوا أيها الإخوة، فانتبهوا أيها الإخوة.